ده القمر الصناعي غالبا، انك انت بتسجل صوت لحد او مخترق حد وبتسجل له صوت، بتخترق الاي بي ادريس بتاع شخص معين. دي اداة القمر الصناعي، فعلا بتبدأ تاكسس على بيانات. انت هاكر زي هاكر محترف. مساء الخير، ومعانا فيديو جديد على قناة ميمي نت، والنهاردة هشرح لكم ازاي يكون معاك نظام الهاكر الوهمي. سبق قبل كده وشرحت في الفيديو اللي فات ازاي يكون عندك امكانية الهاكر، او ازاي انك توهم اللي حواليك انك انت هاكر بالاكواد، وان هو يشوف شاشة الجهاز بتاعتك، او انك انت تصور شاشة الجهاز بتاعتك. النهاردة هنشرح كده اداة بسيطة جدا، او موقع بسيط جدا برضو. الموقع ده بيمكنك من انك انت توهم اللي حواليك ان انت المرة دي عندك نظام، وليس انك انت عندك موقع. يعني بمعنى صح، خلينا نشوف الفيديو علشان تكون اكتر احترافيه. طبعا علشان تدخل على الموقع زي كل مره هتلاقيني سايب لك اللينك في صندوق الوصف تحت الفيديو او في التعليقات. هتدخل على موقع ميمي نت، ومن الموقع هيحولك على الموقع اللي احنا هنستخدمه. النهارده معانا موقع بسيط كده، الموقع دوت من خلاله هتقدر انك انت تختار اللي انت عايزه. طبعا الموقع متوفر للاندرويد وللكمبيوتر ولجميع الانظمه، يعني لو انت عايز توهمه من اي نظام، سواء كان معاك تليفون، معاك كمبيوتر، معاك اي جهاز، هتقدر توهمه. هنا طبعا الموقع بيعرض لك يعني كذا نظام، تقدر تختار منهم النظام اللي يعجبك. تمام، خلينا هنا مثلا ونفترض نختار اول اختيار. طبعا في حاجات ياما جدا هنا تقدر تختارها واشكال مختلفه للهاكرز، لكن خلينا ان احنا نبدا باول حاجة مثلا. طيب خليني ابدأ بايه، خلينا ناخد اول اختيار دوت. تمام كده احنا بدأنا باول اختيار. طبعا هو الشكل مش مناسب ومش واقعي هنا، فانت هترجع السهم دوت هنا كده تاني، وخليك تاخد مثلا الشكل دوت. هو الى حد ما هتلاقيه مرتبط. طبعا ده شكل يعني شنده، اللي هو كأنك معاك جهاز امني. طيب خلينا مثلا ندخل على هنا. طيب هنا هو كويس جدا جدا والى حد ما شبه الهاكر. طيب خلينا نبقى متفقين زي كل مرة، اول حاجة هتعملها هنا انك هتضغط على زرار F11 من الكيبورد علشان تخفي اللي حواليك، لانك بمجرد وجودك هنا المستخدم او اللي واقف جنبك ما يعرفش انك انت بتهكر. يعني هو شايف ان هو موقع مفتوح وجوجل، وطب هيقولك ازاي ده نظام، ده فاتح نظام ويندوز. فاول حاجة هتعملها تضغط على F11، تلاقي نفسك هنا ابتديت تدخل في نظام تاني خالص. نفس فكرة النظام الاولاني، ان احنا لو جينا كتبنا اي ارقام من الكيبورد ده هتلاقيه ان هو بيبدأ يكتب معاك الارقام ديت او الحروف اللي انت بتكتبها دي على هيئة اكواد برمجية، علشان يوهم اللي حواليك انك انت فعلا بتبدأ في التشفير، وانك انت فعلا بتبدأ الهاكر. لكن مش هي دي الفكرة. الفكرة هنا ان الموقع بيقدم لك ادوات تانية خالص. يعني ايه؟ يعني الموقع عامل كذا سكريبت، من ضمنهم مثلا كأنه بيحمل الداتا اهو بتاعت المستخدم. مثلا ده ملوش لازمة، خلينا مثلا نعمل كده التيرمينال مثلا. دي اداة بتكون موجودة دايما مع الهاكرز، ولنفترض ان احنا نحط الاداة دي بالشكل ده. بعد كده مثلا ممكن برضو تستخدم هنا، ودي بتاعت تخمين الباسوردات. خلينا مثلا نستخدمها ونحطها هنا كده بالشكل ده. طبعا هنا دي الهلب اللي بيوريك ازاي تستخدم الادوات اللي موجودة في الموقع بتاعك. بعد كده هنا بتلاقي السكريبتات كلها. يعني ايه؟ يعني بنضغط هنا كده هيعرض لك كل حاجة موجودة هنا. الداتا ده اللي قلت لك في الاول ان هو بتاع الداونلود. بعد كده هتلاقي هنا دي اداة تانية اللي احنا فاتحينها دي غالبا. تمام، بعد كده دي التيرمينال اللي هي ديت. بعد كده مثلا دي ماب على هيئة خريطة. فاهم؟ فانت هتحطها كده، الشخص اللي بيتفرج عليك هيفكر انك انت فعلا بتبدأ تهكر، انت جايب اماكن ناس ياما وكده. يعني خلينا كمان ممكن تشوف دوت بتاع ايه، ده القمر الصناعي غالبا. كل دي حاجات وهمية، يعني خلينا متفقين ان كل ده انت في نظام وهمي. الحاجات دي ما بتحصلش بجد، ده ما بيخترقش بجد، ده ما بيخمنش باسوردات بجد. انت كل ده في نظام وهمي، لمجرد انك بتوهم شخص ما او شخص حواليك انك انت فعلا في مجال الهاكرز. طبعا هنا ده على هيئة انك انت بتسجل صوت لحد او مخترق حد وبتسجل له صوت. دي اداة انا مش فاهمها الصراحة. طبعا هنا انت في ادوات ياما جدا الموقع حاططها لك، انت تقدر تستخدمها طبعا وهتشوف اللي يعجبك. يعني هتلاقي في هنا ادوات كتير جدا تقدر تستخدمها بكونك انك توهم. دي مثلا كأنك اهو بتعرض اي بيهات، او مثلا بتخترق الاي بي ادريس بتاع شخص معين. تمام، برضو ممكن تستخدمها كده كموجود
موجودة على الشاشة. خلينا نشوف في عندنا ايه تاني كده ممكن نستخدمه. دي اداة القمر الصناعي بس، يعني بمعنى صح احنا ممكن بقى نقفل ده كده. تمام، انت اهو هنا اهو. بيتهيألي اي شخص يعني بمجرد ان هو هيشوف الشاشة ديت، تمام، يعني هيفكر بنسبة 99% انك انت هاكرز وانك انت فعلا بتبدأ تأكسس على بيانات، كونك كمان ان انت وهمه انك انت في نظام غير النظام. طبعا الحاجات دي ممكن تخفيها، يعني ممكن تجيب دي كده شوية، تمام، وتجيب دي كده بس تخلي دي فوقها، خلي دي نفس الكلام متدارية كده، بحيث انك انت تداري علامة الاكس دي. فكده اصبح مش فاهم، محدش فاهم حاجة. طبعا في الاداة اللي احنا ظهرناها ديت، خلينا نشوف السكريبتات اهي، تمام، اللي هي الروت. بس يعني خلينا بقى كده اهو مثلا، ولنفترض انك انت فعلا بتجهز انك هتوهم شخص ما انك انت شغال حاليا في الاختراق اهو، تمام، اهو بالشكل ده كده، تمام، ويخليك تحط دي كده برضو جنبهم، ولكن خلي ده فوق كده، تمام. وممكن اهو هو شايفك انك بتكتب اكواد، وفي نفس الوقت في ادوات تانية بتحمل حواليك. كونك انك سبت الجهاز كده لشخص ما، او موجود كده قدام شخص ما، هو هيفكر بنسبة 100% انك انت هاكر وهاكر محترف. هو مش فاهم حاجة، بس هو شايف اللي بيشوفه قدامه في افلام الخيال العلمي. هي دي الفكرة كلها. الموقع نفس فكرة الموقع الاولاني، ولكن مع تبديل السكريبت بحاجات تانية خالص. طبعا ممكن نضغط F11 هنا عشان نرجع تاني، وبعد كده هتضغط هنا سهم ورا، تقدر تبدل النظام بتاعك بكذا نظام مختلف. جميع الانظمه السكريبتات بتاعتها متشابهه الى حد ما، برضو نفس وجايز دي تبقى مشكله. طبعا هنا انت بتستخدم نافذه، طبعا هو هنا بيوهمه انك انت في نظام، وانك انت مثلا فاتح اداه في المتصفح، وفاتح هنا مش عارف بصراحه ايه الحاجات المفتوحه فوق دي، لكن هو بمعنى اصح هنا بيوهمه انك انت فعلا فاتح يعني نظام بتاع هاكرز فعلا. تمام، انت ممكن بقى تكتشف الانظمه دي بنفسك، لان انا مش هشرحها كلها علشان هتطول جدا في شرح الفيديو. لكن هو موقع جميل جدا، وللناس اللي مهووسه بالهاكرز تقدر طبعا تستخدم جميع الانظمه ديت وتشوف اللي يناسبك. ممكن تعمل عليه مثلا فيديو وتنشر الفيديو ده مثلا على صفحتك، او تقوم شخص ما تبعت له فيديو عشان تثبت له انك انت هاكرز مثلا. يعني في حاجات كتير جدا ممكن تستخدمها من الموقع دوت لو انت شخص مهووس بالهاكر والقرصنه والموضوع ده. وخليك عارف في الاول وفي الاخر انك انت مجرد شخص وهمي، او ده مجرد هاكر وهمي. انت هنا ما تعرفش حاجة نهائيا عن الهاكرز الحقيقي، او ما تعرفش حاجة عن الاختراق عامة. انت كل ده في عالم الوهم مش اكتر. ولحد هنا يكون الفيديو انتهى، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. ولو عجبك الفيديوهات بتاعت الهاكرز اللي انا بنشرها، يا ريت تكتب لي في كومنت ان الفيديوهات بتاعت مجال الهاكرز عجباك، علشان اقدر ان انا اعمل فيديوهات اكتر عن المجال دوت، واقدر اقول لك ادوات اكتر تستخدمها في كون انك انت عالم الوهم، وانك توهم اللي حواليك. طبعا لان مجال الهاكرز الحقيقي خطير جدا بنسبة 100%، ومش اي شخص يبدأه. علشان تبدأ فيه محتاج تدرس برمجيات، ومحتاج تعرف اكواد، ومحتاج يكون معاك ادوات وانظمة. طبعا الموضوع بياخد منك سنين لايام، يعني بيختلف طبعا على حسب انت ومهارتك. لكن الموضوع مش بسيط كده زي ما انتم متخيلين، ان شخص قاعد على جهاز وبيتحكم في العالم كله. بس اتمنى يكون الفيديو عجبك، ولايك واشتراك في القناة، وشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.